بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ما شفنا في الفيديو الماضي الانترودكشن عن الجرافيمتريك ميثود اوف اناليسيس او طرق التحليل الكيميائية المعتمدة على تحديد وزن الانالايت او المادة المراد تحليلها من خلال ترسيبها او تحطيم العينة وانتاج مواد فولاتايل متطايرة، وبالتالي قياس الوزن قبل وبعد التحطيم وتحديد كمية المادة المتطايرة أو المادة الغازية الناتجة من خلال هذا الوزن. خلينا نشوف اليوم ما يسمى بالجرافيمتريك فاكتور أو معامل التحليل الوزني، وهذا بيساعدنا في تحديد تقريبا نسبة الأنالايت في عينة ما. مثلا لو كان عندي مادة BACL2 الباريوم كلورايد، بدنا نرسبها من خلال تفاعلها مع البريسيبيتيتنج ايجنت اللي هو السلفوريك أسيد، وبالتالي الناتج هو عبارة عن راسب الباريوم سلفيت. لأن هذا الراسب بقدر أروح أحدد له كم جراماته. الآن الجرافيمتريك فاكتور هو عبارة عن شيء بيعطيني انطباع تقريبا قديش نسبة الأنالايت في الراسب، فبالتالي كل ما علي أني أقسم المولر ماس المولر ماس لي الانالايت، لانه هو اللي انا بدي احدده اللي هو مادة الباريوم بلس 2، اقسمها على المولر ماس للمادة اللي ترسبت على شكلها الباريوم هي الباريوم سلفيت، بطلع معي 0.5885 هذا يونتلس بدون اي وحدة. الان اذا بدي احسب نسبة الانالايت فهو عبارة عن كم الويت مضروب في هذا الجرافيمتريك فاكتور، يعني بعد ما اعمل عملية ترسيب كم الويت بضربه في الجرافيمتريك فاكتور وبقسمه على الويت للسامبل كامل اللي بتحتوي على الباريوم كلورايد وبضربه في 100%، بطلع معنا كم نسبة الانالايت. هذا الجرافيمتريك فاكتور بينفعنا في حالة تعرضنا لمسألة حسابية، لكن قبل ذلك الشيء هذا راح يترك الى اخر الحديث ان شاء الله في تشابتر، لكن قبله خلينا نشوف اصلا شو مواصفات المادة المرسبة اللي هي العامل المرسب ومواصفات الراسب، لانه انا في الجرافيمتري في الجرافيمتريك اناليسيس لازم يكون في عندي لهم مواصفات خاصه. بدايه بالعامل المرسب اللي هو البريسيبيتيتنج ايجنت. البريسيبيتيتنج ايجنت عاده ما بيكون من متطلباته انه يكون سيلكتيف. ايش يعني سيلكتيف؟ يعني يتفاعل مع الماده الانالايت اللي انا موجوده في السوليوشن ولا يتفاعل مع غيرها. فهذا مثلا الAG بلس هو precipitating agent يصلح لترسيب الهايلايتس اللي هم CL minus البR minus الI minus ومثلا CN minus الSCN minus برضو بيرسبه، لكن إذا وضعته مع مادة زي الNO3 minus ما بيرسبها إذا كان هذه هي الأنالايت تاعتك. فبالتالي الAG يصلح لشيء مثلا AG بلس يصلح لهذه الأيونات ولا يصلح للنيتريت، لذلك إذا رحت تحلل النيتريت بدك تستثني منه إنك تستخدم الـ AG plus as precipitating agent، فلازم يكون الـ precipitating agent أو الـ precipitant selective. لازم يكون specific. إيش يعني specific؟ يعني إنه يتفاعل فقط مع الأنالايت تاعك ولا يتفاعل مع أي شيء ثاني في السوليوشن لو تخيلنا إني أنا بدي أحلل العنصر النيكل أو عفوا أيونات النيكل في سوليوشن، فبالتالي ممكن أضيف عليها مادة DMG. DMG بتفاعل مع النيكل بيعطيني راسب، هذا الراسب لونه قرميدي. الآن إذا وجدت أيونات ثانية لازم أني أتأكد أنه DMG اللي هو Precipitating Agent ما بتفاعل معها. إذا تفاعل معها هون بيكون في عندي Interference لازم أتخلص منه. يعني لو أخذنا عينتين، عينة فيها نيكل بلس 2 فقط وأضفنا عليها DMG، هنا الناتج هو عبارة عن راسب في أسفل البيكر وهذا الراسب هو عبارة عن النيكل DMG by 2 وهذا سوليد، وهذا بنقدر نروح نحدد له كم جراماته ونكمل شغل الجرافيمتري. لكن إذا وجدت عينة ثانية فيها نيكل بلس 2 وكان فيها ايرون بلس 3 مثلا، الآن المشكلة هي التالية، انه النيكل راح يتفاعل مع الدي ام جي زي ما شفنا من قبل وينتج عندك النيكل دي ام جي، ولكن برضو الايرون حيتفاعل مع الدي ام جي وينتج عندك ايرون دي ام جي وهذا راسب، فبالتالي هنا الدي ام جي لا يصلح لتحليل النيكل في هذه الحالة لانه في عندي مادة ثانية راح تتفاعل معه. فلازم البريسيبيتنت يكون سبيسيفيك فقط يتفاعل مع الانالايت تاعي.
لازم دائما أبدا هذا البرسيبتانت يعطي insoluble salt، يعطينا مادة غير ذائبة. ليش؟ لأنه بنهاية المطاف التحليل معتمد على الوزن، فإذا كانت المادة ذائبة في السوليوشن ما راح أقدر أحصل منها كريستالز أو بلورات أو راسب، وبالتالي هذا الراسب ما راح أقدر أوزنه. إذا لازم يكون insoluble precipitate، بعد ما نعمل نحن التفاعل الكيميائي لازم يكون ناتجه غير ذائب. لازم برضو يعطيني uncontaminated precipitate، يعني ما لازم إنه هذا البريسيبتانت أو العامل المرسب يؤدي إلى تلويث الراسب الأساسي اللي أنا بدي إياه. ليش؟ لأنه إذا صار أي تلويث للراسب الأساسي، بالتالي هذا التلويث راح يضاف إلى وزن الراسب كامل، وبالتالي راح يعطيني قراءة خاطئة. إذن لازم يكون من مواصفات البريسيبتانت إنه غير ملوث للراسب النهائي أو الناتج النهائي. هذا البريسيبتانت لازم يعطيني filtrable precipitate. يعني إيش يعني filtrable precipitate؟ يعني راسب قابل للترشيح، وقابل للترشيح يعني إنه يبقى على الفلتر بيبر، يبقى على ورقة الترشيح ولا ينزل مع solution من خلال مسامات ورقة الترشيح. يعني بمعنى آخر لازم حجم حبيبة الراسب البريسيبتيت، خلينا نحكي، لازم تكون أكبر من حجم لو كان عندي فلتر بيبر المسامات تاعت الفلتر بيبر. ليش؟ لأنه إذا كانت حجم الراسب أقل، فالراسب راح ينزل من خلال هذه المسامات، الثقوب هذه، فبالتالي راح نخسره. إذا من مواصفات البريسيبتنت ايجنت إنه لما يعمل تفاعل مع الأنالايت إنه يعطيني حجم حبيبة مقبول، بحيث إنه ما ينزل من خلال الفلتر بيبر وأخسره. برضو إنه يكون الراسب اللي بيعطيه هذا البريسيبتنت قابل للغسيل، وقابل للغسيل يعني إنه مش لما أغسله في سولفنت معين يروح يتفكك، ما لازم يصير هذا الشيء. وهذه من خواص البريسيبتنت ايجنت فعليا، ومن خواص كمان برضو البريسيبتيت. وأخيرا لازم يكون أو يعطيني راسب غير نشط مع معاملات الجوية. يعني مثلا الراسب الناتج مع هذا البريسيبتيتنج ايجنت لازم يكون ستيبل أندر أتموسفيريك كونديشنز، يعني ما لازم يتأثر في الحرارة بعد ما يكون تم ترسيبه، ما لازم يتأثر في الضوء، ما لازم يتأثر مثلا في الرطوبة، ما لازم يسحب رطوبة من الجو، لأنه إذا تأثر في أي واحد من هذه العوامل مثلا راح يتغير وزن الراسب النهائي، وهذا خطأ فيه الشغل. طيب بالمقابل إيش هم مواصفات الراسب، يعني المادة اللي ترسبت هذه وليست المعامل المرسب، إيش مواصفات الراسب؟ الراسب لازم دائما أبدا يكون large particle size، يعني لازم حجم الحبيبة تكون كبير جدا. ليش؟ إذا كان حجم الحبيبة كبير جدا بيكون قابل لأنه نعمل له filtration، وبيكون سهل أنه نعمل له filtration بدون ما نخسره. اثنين، سهل أنه نعمل له غسيل من أي contamination ممكن يكون صار خلال عملية الترسيب بدون ما نخسره، برضو بدون ما يكون متفكك. فهذه large particle أساسية جدا في أي راسب متكون. برضو لازم يكون low solubility، sufficiently low soluble، يعني قيمة الـ KSP لإله قليلة جدا، وإذا كانت قيمة الـ KSP لإله قليلة جدا هذا يعني أنه ما برجع يتفكك مرة ثانية. ولو افترضنا أنه عندي أنا مادة AB هي عبارة عن راسب، فهذه بتتفكك إلى A سوري بلس B aqueous و aqueous. يعني الـ KSP أو قيمة الـ KSP لو كانت مثلا 10 قوة ناقص 10 أو كانت 10 قوة ناقص 5 مثلا، راح نلاقي انه السوليبيليتي لهذا هي اعلى من السوليبيليتي لما يكون كي اس بي 10 قوة ناقص 10. وبالتالي اذا بدنا نيجي نحكي بدلالة الجرافيمتريك ميثودز، احنا بنفضل الراسب اللي بيكون له لو سوليبيليتي على الراسب اللي له هاي سوليبيليتي. ليش؟ لانه الهاي سوليبيليتي راح يؤدي الى انتاج ايونات، وهذه الايونات راح تكون موجودة في السوليوشن، يعني بين قوسين راح نخسرها. لازم برضو الراسب يكون unreactive with constituent of the atmosphere، يعني بين قوسين ثابت جويا. ثابت جويا يعني بعد ما تم ترسيبه وترشيحه وتجفيفه لازم انه ما يرجع مثلا يمتص رطوبة من الجو. اذا امتص رطوبة من الجو يعني يمتص جزيئات مية، يعني راح يزيد الوزن بشكل غير متوقع، احنا ما بنقدرش نحدده. ممكن يكون الراسب متأثر في الضوء، يعني بيصير له ديكومبوزيشن اذا كان في بيئه مضيئه، فبالتالي هذا يؤدي الى اختلال في تركيبه الراسب، وبالتالي يؤدي الى اختلال في وزنه. ممكن يكون هذا الراسب مثلا يتاثر بالحراره، يعني بيصير له ديكومبوزيشن اندر هاي تمبرشر او روم تمبرشر،
أو درجة حرارة غرفة، فبالتالي لازم من مواصفات الراسب أنه ما يتأثر بأي شيء من هذه العوامل، أي تأثير سيؤدي إلى خلل في التجربة وبالتالي زيادة أو نقص في كمية الراسب بناء على شو هو العامل اللي أثر عليه. برضو من مواصفات الراسب أنه لازم يكون highly pure، يعني النقاوة تاعته عالية جدا، يعني بين قوسين ما فيهوش contamination، ما فيهوش أي مواد ملوثة. ومسألة البيورتي ممكن نحددها نحن من خلال أبسط شيء، ممكن نستخدم مثلا الميلتينج بوينت. فإذا شفنا أنه والله الراسب تاعي له ميلتينج بوينت معينة في الليترشر في الانترنت مثلا أو في الكتب، ورحنا بعد ما عملنا الترسيب قسنا هذه الميلتينج بوينت وجدناها نفس الشيء، بنقول له أنه والله هو بيور. لكن إذا شفنا في فرق بين الميلتينج بوينت اللي الراسب اللي إحنا حضرناه مع الموجود في المراجع، بنعرف أنه الراسب تاعنا فيه مشكلة نقاوة، يعني مش نقي بين قوسين. الآن عشان نحن نعمل تحديد للأنالايت، يعني نرسبه بين قوسين أو نحدد كميته، لازم أن نرسبه. وعشان نرسبه لازم أن نأخذ في عين الاعتبار نقطتين أساسيتين. أول شيء أن نحضر المحاليل المتعلقة في ترسيب هذا الأنالايت، محاليل مثلا ممكن تكون محاليل قاعدية، محاليل حامضية، ممكن لازم نضبط البي اتش مثلا عشان نحصل كوانتيتيف بريسيبيتيشن، يعني ترسيب كمي يراعي الكميات. ممكن احنا نرفع درجة حرارة او نقللها علشان نحنا نشتغل عند بيئة معينة في درجة حرارة معينة. هذا كله برضو ممكن ان نحنا في لحظة التحضير قبل ما نعمل الترسيب ان نتخلص من الانترفيرنس، والانترفيرنس هم مواد قد تكون موجودة في السوليوشن، قد تتفاعل مع العامل المرسب وقد تتفاعل مع الراسب الناتج وبالتالي تعمل له contamination. فهذه من ضمن خطوات تحضير solutions قبل ما نعمل عملية ترسيب. النقطة الثانية هي نرسب الانالايت. الآن حضرنا solution، ضبطنا pH، ضبطنا درجة حرارة، ما فيش عندنا interferences، مواد متداخلة في الشغل. الآن نضيف نحن مين؟ precipitating agent. الآن أول ما نضيف precipitating agent راح يبلش الراسب يتكون من أول قطرة أضفنا فيها العامل المرسب، اعتمادا على ما يسمى بالسوبر ساتوريشن او نقطة فوق الإشباع، وهذه راح نحكي عنها فيما بعد وعن أهميتها. فهذه خطوتين أساسيتين في مسألة ترسيب الأنالايت وبالتالي تحديد كميته. الآن هذا الراسب ممكن ان احنا نصنفه حسب البارتيكل سايز. فالآن في عندنا تو تايبس من البريسيبيتيت، اما انه يكون في عندنا كولويدال سسبنشن، والكولويدز هم عبارة عن fine particles يعني حبيبات أو جسيمات جدا جدا ناعمة زي البودرة وأقل من البودرة، وهذه عادة ما بتكون tiny particles يعني حبيبات جدا قليلة في الحجم، أحيانا ما بتشوفهاش في العين المجردة. الدياميتر للحبيبة هو عبارة عن من 10^-8 إلى 10^-6، يعني نحن نحكي عن ماكسيمم 0.1 مايكرومتر حجم الحبيبة أو الدياميتر تاعها عفوا. ومن مساوئها وهي سيئة في كلها إنها ما بنقدرش نعمل لها فلتريشن. ليش؟ لأنه بكون الدياميتر للحبيبة الناتجة أقل من الدياميتر للمسامة تاعت الفلتر بيبر، فبالتالي راح تنزل من خلال الفلتر بيبر ونخسرها. هذا كولويدال سسبنشن. الآن النوع الثاني وهو المفضل لنا اللي هو الكريستالين سسبنشن، وهذا ينتج كريستالز أو بلورات، وهذا هو المفضل. هذه تنتج كولويد فاين بارتكل، هذه تنتج كريستال، هذه غير مرغوبة وهذه مرغوبة. لاحظ الدياميتر لحبيبة الكريستال بالعادة بيكون 0.1 مليمتر أو أكبر، وهذا يعني إنها قابلة للفلترة بدون مشاكل وقليلة الكونتامينيشن، راح تترسب في قاع البيكر، ما راح يكون عندنا أي مشكلة فيها، وترى بالعين المجردة أصلاً. Conclusion: الكورس كريستالين بريسيبيتيت أو الكريستالز هم preferable مفضلات since they are easier to filter and watch. هم المفضلات بالنسبة لأي كيميائي. ليش؟ لأنه بنقدر نحن نعملهم filtration، نعملهم غسيل. برضو إلهم less specific surface، وبالتالي لما يكون عندهم المساحة السطحية قليلة جداً هذا يعني انه ما فيش عندنا contamination، يعني less impurities مقارنة في الكولويد اللي إلهم high specific surface عكس هذا الشيء وبالتالي high impurities.
هذا كل ما يتعلق في مواصفات العامل المرسب ومواصفات الراسب كيف لازم تكون، وأنواع الراسب المتكون إما أنها تكون كولويد أو أنها تكون كريستالز. هذا والله تعالى أعز وأعلى وأعلم.